هذا وتشارك مؤسسة حياة كريمة في مبادرة كتف في كتف، والتي تنطلق اليوم في 16 محافظة في وقت واحد. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشارك مؤسسة حياة كريمة في 3 محافظات اليوم، هي الشرقية، كفر الشيخ والأقصر، وذلك لتقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا في كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.